مضت الأيام وكبر قضيتنا، حتى صار عمرها اليوم 75 سنة بالضبط، زي عمر كيانهم اللي سموه إسرائيل. ومحو اسم كتير من بلادنا وقرانا، زي تل الربيع سموها تل لبيب، والقدس سموها أورشليم. ظنوا إنه التزوير هيدوم زي ما قالت لهم زعيمتهم جولدا مائير، مش عارفين إنه قبل موت أغلبهم غرسوا فينا بعقيدتنا الانتماء لهذا الوطن، وإنه لازم نرجع إلها وناخد حقنا من اللي سلبوها منا، وإنه الحق لازم يرجع لأصحابه، ولازم أصحابه يطالبوا فيه عشان يرجع لهم. لازم يرجع بالقوة زي ما اتاخد بالقوة، مش زي أوهام حمام وسلام، لأنه هذا الوطن وطننا وهذه الأرض أرضنا، وعشان هيك كان لازم نشمر عن ذراعنا ونستعيد أرضنا ونترك كل البسائل عشان نرجع حقنا. الحق حقنا ولازم يرجع لأصحابه.